وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد ومتجدد دوما على قناة الصحة والجمال وبرنامج الوصايا. الحقيقة النهاردة حلقتنا النهاردة مختلفة شوية. حلقتنا النهاردة غير كل حلقة، لأن احنا النهاردة معانا ضيف جميل قوي وضيف متخصص وضيف غالي طبعا لي صولات وجولات في علم التخاطب وعلم اللغة وحاجات كتير جدا أنا بشكل شخصي استفدت منه كتير، ولما بتابع الفيديوهات بتاعته الحقيقة بستفيد منه كتير جدا. معايا ومع حضراتكم معالي الدكتور أحمد الجبيلي، أخصائي أمراض التخاطب والمدير الفني لمركز مصر للتخاطب. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بمعاليك. أهلا بمعاليك يا فضيلة الشيخ. يا شرف ليا والله الكلام ده، وشكرا على المقدمة الجميلة. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. يا رب يبارك لك يا دكتور، نورت الدنيا ونورت البرنامج، وأنا سعيد النهاردة بوجودك معانا النهاردة في البرنامج. أنا أسعد، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الحقيقة إحنا كل دورنا في البرنامج ده، في برنامج الوصايا، بنوصي باللي هم عندهم تأخر في اللغة، بنوصي بأطفالنا اللي هم عندهم توحد، طيف التوحد، اللي عندهم إعاقة، بنوصي بيهم وبنحاول نساعدهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصانا بالضعيف. وصانا لما وصانا بالضعيفين قال اليتيم والمرأة، فما بالك بذوي الحاجة، يعني ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الإعاقة. ده مهم جدا 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 ان احنا نخلي بالنا منهم ونتعلم من المختصين ازاي نتعامل معاهم. اتكلمنا كتير، بس النهاردة عايزين نتكلم عن تأخر اللغة عند الأطفال. خلونا النهاردة بقى نستفيد بالدكتور أحمد الجبيلي وجوده معانا، ونقول له أولا مين اللي يروح للدكتور ومين اللي ما يروحش، وإمتى نفكر ان ابننا يروح للدكتور. مين اللي بيحتاج لتخاطب يا دكتور أحمد؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة في البداية احنا كنا عايزين يعني لا نقصر فكرة التخاطب على الأطفال أو تأخر اللغة وإن كان موضوعنا، ولكن اللي بيحتاج التخاطب عدد لا يستهان به تماما. مين بيحتاج التخاطب؟ واحد تأخر اللغة، أمراض تأخر اللغة، وده موضوعنا دلوقتي، ولكن أي حد عنده مشكلة أو إعاقة سمعية بيحتاج، لأنه بيتأخر في اللغة. أي حد عنده مشكلة في الكلام أو النطق، عنده لدغات، عنده خنف، عنده تلعثم، الستاترينج، الجزئيات دي كلها بيحتاجوا لأمراض التخاطب. أمراض التخاطب بتختص بأكتر من فرع، وهي أمراض اللغة، أمراض كلام، وأمراض صوت، وأمراض بلع، وصعوبات تعلم ذات خلفية لغوية. وده أمراض التخاطب. أقسام كتير كده. صحيح. يعني صحيح. يعني مريض التخاطب في كذا قسم، مش قسم واحد. لا، ده أكتر من جزئية بيختص بها أمراض التخاطب. أمراض اللغة غير تماما أمراض الكلام، غير أمراض الصوت، غير أمراض البلع، غير صعوبات التعلم ذات الخلفية اللغوية. كل حاجة من دول لها تدخل وإنترفينشن مختلف كليا وجزئيا. أخصائي التخاطب مفترض يشتغل مع الحالات دي، ولكن بانترفينشن وتدخل مختلف كلا طبقا للحاله اللي احنا ده. مظبوط. طب امتى الطفل بيكون في خطر وبيبقى مثلا اقلق عليه بالنسبه للكلام بتاعه وهو بيتكلم كده؟ لو احنا اتكلمنا عن تاخر اللغه، وهو يعني امتى احكم على ابني ان هو متاخر لغويا؟ لما اقارنه باقرانه من نفس سنه، بأقرانه من نفس سنه، ولاقيه متأخر في اللغة. يعني إحنا مفروض ومفترض ولي الأمر والأسرة والمقبلين على الزواج أو على الإنجاب يبقوا عندهم فكرة عن التطور الطبيعي الحركي للطفل والتطور الطبيعي اللغوي للطفل، لأنه هو بمعرفته التطور الطبيعي الطفل ده بيتطور معرفيا إزاي، في البداية بيحصل إيه، وبعد شوية يحصل إيه، بعد شوية يحصل إيه. لو هو عارف النورمال إيه هيقدر بسهولة يحدد إذا ابني متأخر أو لأ، وبناء عليه يقدر يشوف أنا هتشيك عن دكتور تخاطب أو هشوف الموضوع إيه. طيب خليني أضحك شوية.
اتفضل. اقول لحضرتك ان الاب والام كل فكرتهم ان ازاي يجيبوا فلوس، ازاي يطلعوا الشغل، ازاي يجيبوا اكل ويوفروا اكل وشرب ومصاريف. انا ما اعتقدش ان يعني اغلب الاسر دلوقتي ما بتفكرش ازاي تدرس حاله الطفل وكلام من ده. شوف، وده طبعا خطا جدا. انا بشوف ان ده كده كاني المكان البيت بقى للعلافه وليس للتعليم ولا للفهم، ولا كاني عارف بنعلف في اطفال وليس لو طيب. احنا بنتكلم على خطا في التربيه وان هو اهتمامهم في ان هو يكبر ومش يعلم، فلا فده اكيد خطا يعني. لكنه هو الدور المسؤول عليه ولي الامر هو التربيه قبل ان هو يكبر، قبل ان هو يسمن زي ما حضرتك بتتكلم. التربيه ايوه التربيه فالتربيه من باب اولى، علشان انا اكون حرصي على ان انا اكون مربي صالح لازم بقدر الامكان يكون عندي المعرفه الكافيه بالاطفال دول احتياجاتهم ايه، الطفل العادي احتياجه ايه، ومن باب اولى الطفل ذوي الاحتياجات الخاصه ونسميه ذوي القدرات الخاصه محتاج ايه. تماشيا مع اللي حضرتك بتقوله، بتقوم الدولة بدور عظيم شوية في الكشف والاكتشاف المبكر للمشاكل اللي عند الأطفال، وخاصة المشاكل السمعية، لأنها ذات صلة وثيقة بتأخر اللغة عند الأطفال. الطفل علشان يتطور في اللغة بشكل كويس ضروري ولا بد يسمع كويس، فطبعا الاكتشاف المبكر لأي مشكلة في السمع بتعود على طول لو انا اكتشفت المشكله بدري، فبيكون انترفينشن والتدخل مبكرا، وبالتالي زاد جدوى عظيمه. الدوله عملت ايه؟ عملت ان هو في كشف مبكر عن السمع في اليوم الثالث بعد الولاده. فطبعا ده قلل المشاكل وحجم عواقب المشكله بشكل كبير جدا. خلاك بتعرف مبكرا. بدري جدا، وبالتالي التدخل بدري، وبالتالي المشاكل لا تتفاقم تماما. وكمان يكون بقى في كونسلنج، هو ده اللي ناقص. يعني انا اكتشفت، انا عايز بقى وعي، انا لما اشوف المشكله لا احبط، لما اشوف المشكله ما تخضش، اما اشوف المشكله اشوف التدخل الصح ايه. ازاي فالجزئيه اللي حضرتك بتسال عنها فكره الوعي، القصور في الوعي. فهو ده اللي ينقصنا، ده دوركم، دور الاعلام عموما. وعشان كده احنا بدانا على فكره بدانا في الموضوع ده. ومعانا اتصال، انا في عندنا اتصالات كتير موجوده، معلش هنبدا ناخد اتصال. استاذه نهى معانا، السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. لو سمحت انا عندي سؤال للدكتور. اتفضلي، معاك الدكتور. انا عندي بنتي عندها 7 سنوات. والمفروض ان هي بتقول يعني ناقص عندها الجيم والقاف في الكلمات. الجيم والقاف؟ الجيم والقاف. تمام. وحضرتك عندي ابني 3 سنوات ونص. لما كان عنده 3 سنوات حضرتك كان ما بيتكلمش، بيقول بابا وماما ويعني حاجات بسيطه قوي، ما يكملوش مثلا 10 كلمات لغايه 3 سنوات. تمام. وبعد كده وديته تخاطب، دلوقتي بقى بيتكلم كلمات كتير مش معدوده، يعني هي بقت كتير الحمد لله بفضل الله. ودلوقتي بسال، هو طالما اتكلم يا دكتور المفروض ان هو يكمل في التخاطب، بس الدكتور بتاع التخاطب طلب مني الحضانه وانا ما وديتوش. طلب منك يروح الحضانه الطفل؟ فبسال برضه بنقطه الحضانه، يعني الدكتوره برضه بتاعت التخاطب بتاعته قالت لي وديه، فالمطلوب ان هو المفروض يروح حضانه؟ طيب هنجاوب على حضرتك، هنجاوب على حضرتك في الطفلين ان شاء الله باذن الله. وبسأل برضو اخر حاجه، هو خلاص طالما اتكلم يا دكتور هيتكلم ولا لازم اكمل؟ معلش بسأل. الدكتور هيجاوبك اجابه مفصله، يعني ما تشغليش بالك يا استاذه نخ. اتفضلي مش اتفضلي اسمعينا من خلال الشاشه. سؤال مهم جدا. اهلا بالمستمعه. بالنسبه للطفله الاولى اللي هي 7 سنوات، لو في حال لو حسب توصيفها اللغه اكتملت تماما ولكن بس الجيم والقاف لم ينطقوا بشكل كويس، ده تشخيصنا في الحاله دي لدغه، ديسلاليا. اللدغه دي اسمها باك تو فرونت، الاصوات الخلفيه بتنطق اماميه. يعني الجيم بتنطق دال والقاف بتنطق طاء، وده علاجه سهل. الموضوع اللي هو مخرج الحرف غير منضبط. مظبوط. مظبوط. غير منضبط. اما ناتج عن مشكله عضويه، وفي الغالب ما دام اللغه اكتملت بالشكل ده مش هيبقى فيه مشكله عضويه. او ان الطفله دي اعتادت على نطق الصوت بشكل خاطئ من البدايه. وكملت، وكمان بيعزز على كده. اعتادت على كده. العلاج ايه؟ جلسات تخاطب. التشخيص ايه؟ ديسلاليا او لدغه. النوع اللدغه اسمها باك تو فرونت. العلاج سهل
وميسور ومتوفر في كافة العيادات والمراكز. كافة العيادات والمراكز الحقيقة. والفلوس قد كده والناس ما عندهمش إمكانيات يدفعهم، فهل ده بيبقى متواجد في أماكن سلسة والدفع قليل يعني مبالغ قليلة؟ احنا عندنا الناس اللي خرجتنا جامعة عين شمس ففيها وحدة يعني من أكبر الوحدات في الشرق الأوسط في احنا التخاطب برانش من أنف وأذن، فوحدة التخاطب في كلية الطب جامعة عين شمس في مستشفى الدمرداش ومستشفى عين شمس التخصصي، والجلسات تكاد تكون بسعر رمزي تماما، 6 جنيه او 8 جنيه سعر رمزي تماما رقم نقدر. والناس اللي هناك متخصصين، الناس اللي هناك مش ما فيش احتمالية الخطأ، ما فيش يعني الخطأ المتعمد للعلم وده الموضوع هيكون سهل. معهد السمع والكلام متاح، معهد السمع والكلام برضو ده بأرقام برضو زهيدة جدا، تقريبا 10 جنيه التذكرة. أيوة. كلام مظبوط. وبيقعد بياخد الفترة الجلسة بتاعته بياخدها فعلا كاملة. انا فعلا سألت على الأسعار عشان خاطر ظروف الناس المادية، ممكن يكون حد حالته المادية بسيطة صحيح، فقلنا نقدر نساعد الناس بان احنا نوفر لهم الأماكن او نقول لهم نعرفهم الاماكن اللي هي بسعر بسيط جدا صحيح، بحيث نحافظ على اولادنا يعني. وكمان احنا مفترض ان احنا نتوسم الخير في ان المجال خدمي، والمجال مفروض ان هو يكون فيه دور الى حد كبير اخلاقي. ايوه طبعا وده واجب وده واجب. يعني اذا في حاله غير مقتدره فتقدر تتواصل من البرنامج وانا تحت امرك في الامر ده تماما. ربنا يبارك لك يا دكتور. احنا يعني طبعا احنا اكيد هنبعت لك حالات كتير. ده واجب واجب علينا وعلى غيرنا وعلى كل من في المجال، احنا نتوسم فيهم جميعا خيرا. والحقيقه كل اللي جالنا هنا يعني فعلا بيتعامل بما يرضي الله وبيعامل ربنا قبل ما بيعامل الناس وكده يعني. الحقيقه الامر احنا النهارده الحقيقه احنا سعداء جدا بوجودك معانا يا دكتور احمد. ربنا يبارك فيك يا رب. شرف ليا. بالنسبه للسؤال الثاني، طفله 3 سنوات راحت تخاطب كانت بتقول 10 كلمات، اصبحت الكلمات دي زادت والدكتورة التخاطب طلبت منها حضانة. انا مع الدكتورة في مسألة الحضانة، لان الحضانة بيئة ثرية من الناحية اللغوية والاجتماعية، بتطور اللغة بشكل كبير عند الاطفال وخاصة في سن 3 سنوات. هل في سن 3 سنوات كافي ان الكلمات عندي تزيد وبس؟ الاجابة لا. لا ليه؟ لان في سن 3 سنوات الطفل اللي عنده في عمره 3 سنوات مفروض لغته توصل لان هو يكون عنده 500 كلمه مفرده، من 500 ل 1000 كلمه مفرده، ده الافريج بلس كمان جملته توصل من 5 إلى 6 كلمات، ده اكوردنج لاختبارات اللغه. أكوردنج عند الطفل 3 سنين ونص يقدر يكون عنده حصيله لغويه من 500 ل 1000 كلمه. ياه. ايوه بالاضافه الى ان هو يكون جملته من 5 إلى 6 كلمات زائد يقدر يحكي موقف يعني يقدر يحكي موقف 5 كلمات كلام مظبوط. كمان ال WH questions او الحوار، اللغه او التخاطب معتمد على الحوار. يعني الام انا بنصح بمساله ان هي مش قضيتي ان انا اعد الكلمات اللي الطفل بيقولها، المهم هو استخدام اللغه، اهم ما في اللغه هو الاستخدام. نعم. ما هو انا اذا عندي 20 موبايل ولكن لا احسن الكلام مش بستخدمهم ما لهمش لازمه. لو عندي 20 قلم بس مش بعرف اكتب او مش بستخدمهم ما لهمش لازمه. القضيه هو استخدام الكلمات اللغه. نعم. استخدامها يساوي حوار. زي ما حضرتك افضت فيه ان احنا بنسرد او نحكي او ننقل موقف او نعمل سؤال وجواب. وده ضروري جدا. نكمل ولا ما نكملش؟ نكمل ضروري ده نكمل بالرغم ان هو بقى بيقول كلمات كتير لكن نكمل لما نصل. لان هو ابن حضرتك بتشوفيه او بتشوفي طفل عنده 3 سنوات تلاقي في تعادل او قريب من الطبيعي، اذا نقدر نوقف تخاطب. بس مين اللي يقول لنا؟ مش الاخصائي هو اللي يقول نقدر بيقول نوقف؟ انا بتكلم بوجه عام. لو هو ولي الامر مفروض يكون عنده الخبره او المعرفه بان هو امتى اقول انا فعلا الدنيا انضبطت. وطبعا اكيد ده حاجه استشاريه من الدكاتره او الاخصائيين اللي بيتعامل معاهم، بيبقوا عارفين ان الطفل وصل لمرحله تحسن وبقى حاجه كويسه، فبالتالي بيقول كفايه كده. كلام مظبوط. هو مش فكره تحسن، فكره ان هو لغته اكتمل. خلاص اكتملت يعني اكتملت او عدلت سنه، لان اللغه لا تكتمل عن 3 سنوات. نعم. فهي عدلت سن 3 سنوات، عمره اللغوي اصبح مكافئ ومساوي لعمره الزمني. لعمره الزمني. تمام. ما شاء الله يا دكتور. طب يا دكتور احنا ايه المتطلبات اكتساب الطفل للغه والكلام؟
يعني ايه الحاجات المفروض تتوفر للطفل عشان خاطر يتكلم كويس؟ تمام، نقدر نساعده بيه. وانا بس عايز قبل ما اقول السؤال، يعني في حاله من ذوي الاحتياجات الخاصه كانت موجوده معانا، بعد ما خلصنا وخرجنا بره، طبعا هي ما كانتش بتفهم الكلام بتاعي كويس. لما قلبت باللغه العربيه الفصحى، طبعا عشان انا شيخ فبقدر اتكلم باللغه العربيه الفصحى، فبتكلم معاها باللغه العربيه الفصحى، فلقيتها بتجاوب اجابه سريعه، والمفروض دي توحد، بتجاوب اجابه سريعه جدا، في حين ان انا كنت مثلا بقول لها على حاجه ما بتستوعبش مني الكلام. يعني اثناء الحلقه في الحوار بقول حاجه ممكن اكررها مره واثنين، ولازم الاخصائيه هي اللي تقولها بصوتها عشان خاطر تسمعها. لما طلعنا بره الحلقه، انا بمجرد ما اتكلمت لغه عربيه، يعني مش متوقع اساسا ان هي تفهمني اساسا، اذا كان احنا في الكلام الطبيعي مش فاهمين، لكن في اللغه العربيه ردت بصوره تلقائيه وبسرعه، فحاولت ان انا اكمل، فلقيتها بتكمل معايا وبسرعه غير عاديه. يا ترى بقى انا عايز وصف للتوصيف. في الغالب لو التشخيص مظبوط ان هي اوتيزم سبيكترم ديس اوردر، او الطفله دي عندها اضطراب طيف توحد، ففي الغالب الطفله دي بيحصل ايه؟ بيحصل في كلامنا العامي في مصطلحات كتيره غير مالوفه بالنسبه لهم، زائد وده جزء من اللغه اسمه براجماتيك، وهي البلاغه. الكلمه تحمل اكتر من معنى، والبروسودي او الاطار اللحني احيانا يغير المعنى. يغير المعنى. فهم بيكون عندهم خلل في الجزئيه دي، اطفال طيف التوحد بيبقى عندهم خلل في الجزئيه بتاعه البراجماتيك دي او فهمهم. كمان احنا كلامنا كلام حضرتك باللغه العربيه الفصحى بيكون اكتر استقبالا ليهم، ليه؟ بيبقى بهدوء اكتر، كل كلمه بتاخد وقتها، غير الكلام العامي اللي بسرعه واللي هي مش قادره تستوعبه بشكل. فوارد يكون ده امر. كمان وارد ارتباط الطفله دي بعينها بالموبايل او باليوتيوب، ومعتاده على طريقه كلام معينه او الكرتون، وهو كلامه باللغه العربيه، كلامه بالشكل ده، فوارد برضو يكون القصص ده. لان كانت تفهمي جدا وبسرعه، في حين ان احنا في اثناء الحلقه لازم الاخصائيه، انا بسال السؤال والاخصائيه تعيده، هي بتعيد نفس الكلام عشان قادر تجاوب مني ليها مباشره كانها لم تسمع صوتي، في حين لما بقينا بره، خرجنا بره، يعني شرفت الحقيقه بانها ركبت معايا في سيارتي وبتاع، فبدات اتكلم انا كطبيعتي، احيانا مع نفسي ممكن يعني اردد كلمات قرانيه لان انا حامل كتاب الله، واتكلم باللغه العربيه، فكنوع من انواع الايه تعبير عن الموقف دايما باللغه العربيه. عظيم. ففوجئت بيها ان هي متفهمه وبدات تتواصل معايا، فده حاجه امر يعني لفت انتباهي جامد جدا. وارد طبعا برضو علشان اضطراب طيف التوحد بيكون في خلل في الجزء السوشيال، فممكن توترها والقعده، فهي ممكن. أيوة. عكس بقى عادتها في العربيه فريندلي بقى، حاجات كتير هنا عشان خاطر فعلا كلام مظبوط، فهي فكره هي ممكن متوتره او حاجه، لكن في العربيه كانت باريحيه فاستجابت بشكل افضل. لكن ما قلتلاش بحضرتك ايه المفروض اللي يتوفر في الطفل عشان يتكلم كويس. المتطلبات هي اربع متطلبات. واحد، الصحه الحسية أو سلامة القنوات الحسية. يعني إيه سلامة القنوات الحسية؟ القنوات الحسية أو الانبوتس بتاعة اللغة، المدخلات بتاعة اللغة، هي في الغالب السمع والبصر أو الحواس. السمع والبصر لازم الطفل يكون بيسمع كويس، لأن إحنا بنتعلم اللغة بالسمع وبالتقليد. لازم أنا إذا ما سمعتكش مش هعرف أقلدك ومش هعرف أتكلم. تمام. ده أمر. الأمر الثاني، الإعاقة البصرية. بنكتسب 70% من اللغة عن طريق البصر، فضروري جدا. 70%؟ 70% عن طريق السمع، 70% من مهاراتنا عن طريق البصر. 70%. ازاي؟ لا عايز افهمها دي. مش هل حضرتك بتعرف الالوان عن طريق السمع؟ هل بتعرف الاحجام؟ هل بتعرف المفاهيم؟ هل بتعرف طويل وتخين ورفيع؟ وكل ده عن طريق البصر. فبنحدد واسع وضيق. بنفهم ده ضيق، ده واسع، ده كبير، ده صغير. مهارات كتير جدا. النظره ليها معنى. البادي لانجوج ليه معنى. ده كل ده ملوش علاقه بالسمع تمام. بس ده تواصل. ففي مهارات كتير بندركها عن طريق البصر. فمن متطلبات اكتساب اللغه سلامه القنوات الحسيه سواء السمع والبصر. بالاضافه الى الصحه النفسيه، خلو الطفل من اي مشكله نفسيه. صحيح. وبيدخلها بقى ايه؟ الاوتيزم سبيكترم ديس اوردر، او اضطراب العصر، اضطراب التوحد. يعني الطفل ما يكونش عنده توحد او اضطراب طيف التوحد.
يعني طيف التوحد اشمل من التوحد. نعم. ممكن طفل طبيعي يبقى عنده التوحد بعد شويه بسبب حاجه معينه؟ بسبب ايه يعني؟ ممكن لاي سبب، ممكن سبب بيئي مثلا. في البيئه الاجابه لا، البيئه لا تخلق مشكله ولكنها تزود المشكله. لكن هو عنده توحد، عنده توحد خلاص مظبوط، مش اتاثر بسبب انه عنده قدام التلفزيون موبايل. تظهر اعراض التوحد دي النقطه بقى، امتى تظهر؟ لكنه هل البيئه تولد وتخلق توحد؟ لا. يعني هل في توحد عن طريق التليفون؟ لا. طيب احنا معانا اتصال. اتفضل. ومعطله من بدري قوي، لان انا الحقيقه يعني منسجم مع الحوار ومش عايز اقطع عليك الكلام الجميل اللي انا بسمعه. ناخد امل، ومعذره انا بتاخر على الناس لان فعلا مش عايز اقطع حبل افكار الدكتور وهو بيتكلم. استاذه امل السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. انا حبيت اتكلم مع الدكتور احمد. اتفضلي. اهلا اهلا بيك. منتظرك. السلام عليكم يا دكتور احمد، عامل ايه؟ عليكم السلام، اهلا بيكي. اهلا استاذه امل. دكتور احمد انا والله بحب اشكرك جدا جدا. انا كان معايا ابن تلعثم وحضرتك اشتغلت معاه، ويعني اشتغلت معاه وجاب نتيجه الحمد لله اللهم بارك. وحضرتك يعني متحسن مع اشتغل مع حضرتك يعني الحمد لله، وتحسن معاك الحمد لله. ربنا يا رب يبارك. ربنا يبارك. احنا بنشكرك على المداخله دي يا استاذه امل. وطبعا الدكتور احمد يعني مش 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 ابن حضرتك بس، ده كتير جدا اطفال كتير كان ليه الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى على اطفال كتير وعلى ناس كتير جدا. والحقيقه هو يعني مقدام في الموضوع ده. ربنا يبارك لك يا رب. تاخر اللغه عند الاطفال، نعم، ايه اسبابه؟ لو قلنا المتطلبات ان هو ما يبقاش في اعاقه سمعيه، اذا من اسبابه الاعاقه السمعيه. واحد، الاعاقه السمعيه زي ما قلنا. ايوه، سواء بقى اعاقه سمعيه دي شديده وساعتها او بروفاوند وساعتها بيتم زراعه القوقعه كتدخل يعني، او ان هي بسيطه. تدخل طبي ده خالص يعني؟ طبعا. دي جراحه. جراحه عمليه زراعه قوقعه. بيتم زراعه جزء داخل الجمجمه، وده مستقبل الكلام بيتربطوا ما بين الجزء داخل الجمجمه وجزء خارج الجمجمه عن طريق المغناطيس. وبيلبس الجهاز في الاذن او في الناحيه بتاعه الزراعه. وده بيكون عند الاطفال السيفير تو بروفاوند هيرنج لوس، ان هم الناس اللي عندهم ضعف سمعي شديد الى عميق. وبيتم زراعه القوقعه، وبيتم التدخل طبقا بقى بعد الزراعه التاهيل التخاطبي، سواء تاهيل لغوي او تاهيل سمعي على التوازي لاطفال زراعه قوقعه. والدنيا بتختلف كليا وجزئيا. مختلف. صحيح. ده اللي بنقدر نعرفه من 3 ايام. بمقياس السمع. اذا مقياس السمع بس طبعا ما احنا دلوقتي ما بنحددش. يعني بالظبط مش بنقدر نزرع في 3 ايام دلوقتي. لا ما بنزرعش، بس بنقدر نحدد ان احنا عندنا مشكله. صحيح. محتاجين نتابع معاه. مظبوط. بيبقى بنشوف بقى يعني مقياس السمع بيدينا مؤشر ان ابن حضرتك عنده مشكله في السمع فتابعها. فيتوجه لاخصائي السمعيات، بيعمل مقياس سمع بالكمبيوتر ABR، وبناء عليه بيحدد التدخل المناسب ايه، التدخل المناسب ايه. في البدايه طبعا بيكون كونسلنج للام، وانها ازاي تنبهه للاصوات و و و وبعد كده لما يكمل مثلا 6 شهور بيقدر بقى يلبس سماعه، او يتم زراعه القوقعه. كل ما يكون بدري يكون افضل اكيد، عشان نقدر فهو ده دور الاهل يعني. بيختلف مزبوط. بقى دور الاهل بحسب الاعاقه يعني، كل الاهل بيبقى ليهم دور. كلام مظبوط. يعني لو افترضنا عن الاعاقه السمعيه وقلنا ان الطفل ده عنده اعاقه سمعيه، اذا الام ضروري تعمل ايه؟ اولا تشتغل على جزئيه التنبيه السمعي المستمر في البيت، التنبيه لكل الاصوات، صوت مكنسه، صوت خلاط، صوت جرس الباب، صوت التليفون، عشان يفهم ويربط الصوت بمعناه او بمصدره. الكلمه يعني مظبوط. جرس الباب جرس، نقول له جرس الباب بيرن، ده جرس الباب، واخده واروح عند الباب علشان انا افهمه ان الريسبونس المناسبه ايه. انا ما سمعت جرس الباب مفروض افتح الباب غير جرس التليفون. هو التواصل مفهوم الكلمات او التواصل مفهوم اللغه، عشان ربط الصوت بمعناه او مفهومه. كلام حضرتك مظبوط. بعدها التنبيه اللغوي المستمر، بعدها ده بالنسبة بس فقط للطفل ضعيف السمع، بعدها المتابعة السمعية، بعدها الاهتمام بالسماعة وازاي صيانتها وازاي تشغيلها وازاي شحن بطارية وازاي تعرف الخطأ اللي فيها وازاي تختبر
المشكله اللي في السماعه من اول ما يلبسها الطفل اول ما يصحى من النوم، ازاي ما تعرضش الميه، ازاي تعلم طفلها ان هو يحافظ على السماعه ويحافظ على جهاز القوقعه. الامر لازم يكون في وعي كافي بالنسبه للامر ده. اتفضل. طب يا دكتور في اعاقه غير السمعيه؟ طبعا. اعاقه ايه؟ الاعاقات مثلاً. كثيره ومتعدده. مثلا الاعاقه العقليه، والاعاقه العقليه ده ان قدراته العقليه، قدرات الطفل العقليه اقل من مستوى معين طبقا لستانفورد بيني اختبار الذكاء، اقل من 70 درجه، اقل من 70 درجه. بس الافريج منتاليتي او الذكاء الطبيعي من 90 الى 110. ايوه عشان سمعت من 90 ل 110 فعلا. مظبوط. ده الأفرج. اقل من 70. اقل من 70 ده يتم تشخيصه اعاقه عقليه، اعاقه عقليه او تاخر عقلي، ولكنها ليها مايلد ومودريت وسيفير وبروفاوند، بسيطه الى عميقه. فطبعا في اعاقه ثانيه اعاقه عقليه، وكمان في اعاقه بصريه، والاعاقه البصريه هي بتاثر على اللغه بشكل اكبر. امتى؟ لما يكون الطفل مولود كفيف. بس يعني احنا عارفين ان دايما الكفيف بيبقى عنده ثري باللغه وبالكلمات، ويعني هنقول ايه، طه حسين اديب يعني اللغه العربيه كلها. صحيح. يعني حضرتك بتشوف حالات نماذج. انا بشوف اكتر شويه. الاعاقه البصريه تؤثر بشكل كبير على اللغه، وخاصه اذا الكفف ولادي، خاصه اذا الكفيف اتولد مكفوف، غير ان هو اكتسب الكفف ده نتيجه لمشكله يعني حادث. شاف. الله يكرمك. هو شاف حاجات فنقدر نحد اذا شاف. لكنه يعني الدراسات اثبتت برضو ان بعد 3 سنوات الطفل، بعد 3 سنوات في عمر 3 سنوات، اذا ام الطفل الكفيف او الطفل المعاق بصريا اذا اشتغلت بشكل كويس على اللغه، في 3 سنوات يقدر يقفل الجاب اللي بينه وبين اقرانه وما يبقاش تاخر لغه، ما يبقاش عنده تاخر لغه. تاخر لغه. عشان كده انا بقول الاعاقه البصريه مش طبعا مش زي السمعيه. كلام مظبوط. وكنت مختلف او ما كنتش متفاهم، بس فعلا لما جيت حضرتك وضحت لي كبير صغير طويل قصير، المفاهيم الخاصه، المفاهيم دي. طب معذره، احنا كل شويه نقطع وانا عايز اقولهم في الكنترول وقفوا الاتصالات، بس لا خلينا ناخد برضو الناس طبعاً. خلي الناس تستفيد من حضرتك. ربنا يبارك. معانا استاذه شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اتفضلي. لو سمحت عايز اكلم الدكتور احمد. معاك الدكتور احمد، سامعك. اتفضلي. الدكتور احمد معايا؟ ايوه اتفضلي. اتفضلي. طب لو سمحت عايز اكلم الدكتور بقى، اكلم بالبناء عن رودينا سيد. طب استاذنك بس استاذنك اقفلي بس التلفزيون وكلمينا من التليفون، وبعد كده بعد ما نخلص المكالمه الدكتور هيرد عليك تسمعينا من التلفزيون. وبقول لكل مشاهدينا بنقفل التلفزيون واحنا بنتواصل عشان خاطر في تردد الصوت. حاضر. اتفضلي حضرتك سامعيني. اتفضلي سامعيني. اتفضلي يا استاذ مكرم. انا مامة رودينا سيد، هي طفله داون سيندروم. هي بتخاف من كل حاجه، يعني بتخاف من السلم، بتخاف من كل حاجه حواليها. يعني عايزه الدكتور يقول لك تعملي ايه معاها؟ طيب ماشي اتفضلي. ماشي اتفضلي. شكرا. اسمعينا وان شاء الله الدكتور هيجاوب حضرتك. تمام. يعني هو خرجنا شويه من الموضوع، بس هنرجع للموضوع ده تاني. مفيش اي مشكله. الخوف ده. الخوف ده بيبقى لدى الاطفال، وخاصه الاطفال ذوي الاحتياجات بيبقى عندهم خوف رهيب. الاستاذه بتتكلم عن الداون سيندروم. الداون سيندروم دول اطفال لطاف جدا جدا. أيوة. جدا. الطفل الداون بيتميز بان هو سوشيال عظيم وودود الى حد كبير، وكمان عنده القدرات من التسامح والعفو، واللي مش عندنا احنا شخصيا. متلازمه الحب. هي متلازمه داون، هي متلازمه الحب. انا مطلق عليهم في البرنامج رفقاء الجنه ما شاء الله. لان دول ربنا لما اتكلم عن اهل الجنه فقال ونزعنا ما في صدورهم من غل، فدول ده اللي سليم الصدر فعلا، صح، قلب اصحاب قلوب ناصعه البياض. صحيح. فدول انا يعني عاشق للجلوس معهم، لان حتى لما بقعد معاهم بحس ان انا بمتد طاقه منهم يعني. لكن حضرتك كمل لنا بقى حضرتك الجزئيه الخاصه بالخوف. في الغالب الخوف عند الاطفال عموما، مش الطفله الداون بس، بتكون ناتج عن جهل. انا خوفي من مكان او خوفي من شخص ناتج عن جهلي بالطفل ده او الشخص ده ممكن يعمل ايه. فاذا انا
تمرست واعتدت على ان الطفل ده ايه رد فعله معايا، واخدت واكتسبت الخبره الاجتماعيه اللي تخليني اتعرض لموقف واثنين وثلاثه وعشره، فهتزيد طمأنينتي واماني للشخص وللمكان وللضلمه او لغيره. فالطفل الداون ودود محتاج حد يفهم ويعلم مهاره، مهاره يتم اكتسابها بالتكرار يعلم الشطار. كلام مظبوط. بالاضافه الى ان انا ازاي اخلي الطفل ده يثق في نفسه، يثق في قدراته من خلال خبرات مجتمعيه وخبرات الحياه اليوميه تبقى متنوعه في اكتر من وقت واكتر من موقف، تسري المعرفه الاجتماعيه، ومعرفته الاجتماعيه جديره انها تقلل الخوف عنده بشكل كبير. ونقعد مع الطفل لو هي اكوردنج طبعا لوعيها وقدراتها العقليه واكوردنج لسنها، نقدر نتكلم مع الطفل ايه اللي بيخوفها، وبعد كده نفكر في السبب، واكوردنج لسبب بيكون التدخل. وظيفه السلوك امر ضروري في علاج السلوك، وظيفته يعني سببه. ايوه، سبب السلوك ومعرفتي لسبب السلوك هيكون امر ضروري جدا في ان انا اقدر اعرف التدخل والتدخل ازاي. كلام مظبوط. طيب يا دكتور، احنا لسه ما زلنا في الاعاقات، خرجنا بس ورجعنا تاني. احنا حضرتك كنت بتتكلم بصريه وعقليه صحيح، حضرتك كمان كنت بتتكلم عن اسباب كمان تاخر اللغه. بالاضافه للاعاقات، الاصابه الدماغيه لو هي شديده ومحدده بيدينا حاجة اسمها برين دامج موتري هانديكيد، أو إعاقة حركية مع إصابة دماغية، واللي احنا زمان كنا نقول عليهم سي بي أو سريبرال بولسي أو الشلل الدماغي. الشلل التوافقي بيتأخر في اللغة. إذا الإعاقة أو الإصابة الدماغية دي طفيفة بيدينا مرض العصر الـ ADHD أو الـ Attention Deficit with Hyperactive Disorder، اضطراب فرط الحركة المصحوب بتشتت انتباه. شكوى اهل كتير قوي، ده كتير كله بيشتكي الشكوى دي. لا ده احنا عايزين نيجي مره لقاء كامل نتكلم عن فرط الحركه صحيح وتشتت الانتباه. بس معلش اتفضل سامحني، لازم اخد رشا. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ رشا. ايوه اتفضلي، سامعينك. ايوه السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام. عليكم السلام. لو سمحت، انا كان عندي بنتي 5 سنين ونص. ايوه. بس ما بتتواصل معانا في البيت كويس وبتتكلم وكل حاجه. أوه. بس لما تقابل اي حد بره ما بتتواصلش معاه خالص. طيب. بترفض الكلام معاه وبترفض حتى البص ليه حتى. انت قلتي عندها كام سنه؟ 5 ونص. طيب، مش هي في حضانه بتروح؟ أيوة. مدرسه؟ بتروح حضانه. هي في الحضانه عادي بتتواصل مع الاطفال وكل، بس مع اي ميس اي حد كبير بتبقى عندها صعوبه ان هي تتواصل مع الكبار. طيب ان شاء الله الدكتور هيرد على حضرتك ان شاء الله. هل بزمان عملت اختبار ذكاء واطمنتي لقدراتها العقليه؟ عملت اختبار ذكاء؟ هي كويسه خالص ما شاء الله في البيت. لا، انت عملت اختبار ذكاء؟ لا، ما عملتلهاش اختبار ذكاء. معلش، هي كويسه حاجه والاختبارات المتخصصين تبقى حاجه ثانيه. طيب اتفضلي، الدكتور هيرد على حضرتك ان شاء الله باذن الله. لو احنا بنتكلم عن الطفله، وطبعا احنا رأي الوالدين يحترم وفي العين وفوق الرأس، الوعي لدى أولياء الأمور. أنا عايز يعني مهم جدا إن احنا نعمل توعية لأولياء الأمور. صحيح. وهم يبقوا عارفين المقاييس اللي بيمشوا عليها، احنا مش كل واحد ماشي بمقاييسه الخاصة. فده اللي أنا عايز حضرتك تكلمنا فيه. في التقييمات يا شيخنا بتيجي ولي الامر، وفي ديستربنس وتفاوت كبير جدا بين نظره الام ونظره الاهل لطفلهم. طفل بيجي ما عندوش مشكله فعليا، وعنده مثلا لدغه او كلمه او صوت ما بيقدرش يقوله، والاهل بيجوا مستائين جدا، وانا ابني مش بيعرف يتكلم، وفي التقييم نلاقي الطفل ما شاء الله عظيم والدنيا ظريفه جدا، والعكس نلاقي الطفل قدراته متدنيه للغايه، سواء معرفية سواء لغوية، والأم تيجي لا ده ابني بيفهم كل البطل الهمام اللي هو يعني، وكأنها بتخبي على الدكتور أو الأخصائي اللي بيقيم، وكأنه هو دي مقابلة مدرسة ومقابلة جامعة. لا، ده احنا مفروض ان احنا نتعاون في ان احنا نعرف المشكلة. فعلشان كده انا طلبت او سألت على فكرة، هل الطفلة عملت اختبار ذكاء ولا لا؟ اتأكدنا ان قدراتها العقلية كويسة ولا لا؟ وانس اتاكدنا ان قدراتها العقليه والاي كيو تيست في الافريج منتاليتي او اباف افريج، اذا الامر لا يتعلق بقدراتها العقليه ويتعلق فقط بالسلوك. السلوك. ايوه.
الطفلة لا تتواصل بصريا ولكنها تتواصل بصريا مع الأطفال. إذن الخلل ليس في التواصل البصري ولكن في علاقتها الاجتماعية وإدراكها للعلاقة الاجتماعية بينها وبين شخص كبير. الخجل المفرط خطر على التواصل وتطور المهارات الاجتماعية. فإذا الطفلة دي بتقدر تتواصل بشكل كويس مع الأطفال وبتقدر تتفاعل كويس بشكل كويس مع الأطفال والمشكلة فقط في تواصلها مع الكبار، إذن فقط أو مع اللي لسه بتشوفه جديد وارد، يبقى فقط دي محتاجة إن قدراتها الاجتماعية ومهاراتها الاجتماعية تتطور، وده بيتطور بشكل كبير جدا عن طريق إن ماما تتكلم كتير، تحكي كتير، يبقى في قصص بتبث الطمأنينة والطمأنينة في صدر الطفلة، زائد انها تعرضها لمواقف تزداد في الصعوبة تدريجيا لتطوير مهاراتها الاجتماعية. يعني ما اقعدش يعني مثلا ما اقعدش اقول لابني لو طلعت بره الحرامي ممكن يخطفك، لا ده كلام مش يبقى هو ده اللي ده يساوي الوعي، ده يساوي الوعي اللي حضرتك بتنبه ليه. لا ما ده بيعزز فكرة الخوف، بيخلي الطفل يفضل يخاف. كلام مظبوط، لو طلعت مش عارف في ايه كذا العربية هتخبطك، لو عملت كذا اصل في كذا، وبيقلل ثقة الطفل بالذات. بيقلل ثقة الطفل. فهو الطفلة اللي احنا بنتكلم عنها فقط محتاجة خبرة اجتماعية، وده بتتمرس عليها في البداية خالص، ترد على مكالمة التليفون بعد شوية، طب انت الدليفري واحنا اللي هنفتح واحنا اللي هنحاسب، بعد شوية انا اللي هحاسب الاوبر. الطفلة نفسها هي اللي تعمل كده، الطفلة نفسها هي اللي انا هشغلها ندربها بالضبط. الطفلة هي اللي هتطلب من السوبر ماركت، هي اللي هتطلب الباقي. اتعمد وانا في المطعم ده انا اوقع شوكة، روحي بقى اطلبي ينعم وانا عايزة شوكة. المواقف الاجتماعية دي وانا داعم ومساند ليها مبدئيا، وبعد كده ابدا اسحب المساعده والدعم ده تدريجيا لغايه ما الطفله دي تستقل طبعا. فقدرتها الاجتماعيه تتاهلها انها تتعامل في مواقف الحياه اليوميه. ناخد اتصال تاني. اتفضل. احنا كده مش هنقدر نخلص حتى ربع الحلقه. بسيط. استاذه منى السلام عليكم. استاذه منى. ايوه وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي احنا مع حضرتك سامعينك. اتفضلي. كنت حابه اكلم دكتور احمد. معاكي دكتور احمد. اهلا اهلا. اتفضلي يا استاذه منى. كنت حابة أشكر حضرتك جداً. ابني كان عند حضرتك من فترة اسمه مالك، كان فرط حركة ما كانش بيقول ولا كلمة خالص، دلوقتي ما شاء الله عليه بقى كويس جداً في الكلام، بقى كويس جداً في الكلام يعني، فربنا يبارك لك يا رب ويزيدك كمان وكمان. ربنا يبارك كفاية بس عندك إن بابا وماما اللي بقى بيقول. احنا بنشكرك على المداخلة الجميلة دي، وبنشكر دكتور احمد على كل حد وقف وراه دايما، يعني خلف كل جيل كبير جدا الحقيقة كان خلفه الدكتور احمد الجبيلي، يعني حد من الناس الرائعين يعني المقدام في الخير الحقيقة. لك حاجات كتير قوي 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 الحقيقة، بطل من الابطال اللي فعلا يعني يستحق ان نقف له يعني اكراما ويستحق الشكر والثناء الدكتور احمد، لان هو ده اللي واقف ورا دول الحقيقه. احنا فعلا بنضم صوتنا لصوت الاستاذه منى وصوت كل محبيك يا دكتور احمد. ربنا يبارك. نرجع بقى للوعي عند الاسره، بقى نكمل الوعي عند الاسره. الوعي يساوي ان هو حضرتك كنت تسالني دلوقتي سبب تاخر اللغه. يعني يدخل معانا الوعي بشكل كبير جدا، لان البيئه احد اسباب تاخر اللغه. احد اسباب تاخر اللغه. الطفل بيولد عنده استعداد فطري ان اللغه تتطور، ولكن يتطلب بيئه منبهه. بيئه منبهه معناها ان البيئه تكون سريه من الناحيه اللغويه والاجتماعيه. يعني اكثر الاطفال المترددين علينا المتاخرين في اللغه لاسباب البيئه بتكون الام عامله، الطفل مهمل الى حد كبير، يترك للشاشات وللتلفاز وللتليفون واليوتيوب والريلز والتيك توك والحاجات دي، مش قادر يقيم الاشياء اللي هو بيشوفها صح ولا غلط. كلام مظبوط. مش قادر يفهم الكلمات، مضمون الكلمات، مفاد الكلمات، لانه بيتلقى بس مفيش تدريب ولا حركه ولا فعل. انا لو حضرتك اتكلمت بس عن الموبايل، فانا بشوف الموبايل ده في ايد الطفل، فانت دخلت حد البيت عندك بيربي معاك. لا ما تقدرش تعمل كنترول ابدا على اللي داخل. بس يا دكتور مين النهارده ولاده ما معهمش موبايلات؟ الرقابه. الرقابه على يبقى واستخدام الموبايل. هو ده اللي انا كنت عايز اسمعه من حضرتك، الرقابه. يبقى في موبايل بس في رقابه. ايوه. الموبايل نفسه قد يكون اداه تخاطب. لو انا قعدت انا وطفلي
المتاخر في اللغه وقعدت مسكت الموبايل اللي هو مرتبط بيه وبدات اتكلم من خلال الموبايل وبعد كده اجيب فيديوز واجيب قصه من خلال الموبايل واجيب صوره وابدا اعمل حوار عليها ساعتها الموبايل مفيد. يبقى استخدام الشيء هو ده اللي يأخر اللغه. كاننا في مركز بالظبط في حاجات. كلام مظبوط. كلام مظبوط. فالبيئه الغير سريه من الناحيه اللغويه الاجتماعيه احد اسباب تاخر اللغه. فالوعي بدور البيئه ودور الاسره في تطور اللغه دور عظيم جدا. يعني ان الطفل يعني يدخل له اكتر من لغه، المربيه بتتكلم لغه غير المذر تانج عنده او غير اللغه العربيه، ده بيكون احد اسباب تاخر اللغه. من اسباب تاخر اللغه كمان ان الطفل يتساب لوحده وقت طويل. اكتر الاطفال المترددين المتاخرين في اللغه هو اول طفل في الاسره. الطفل علشان يتطور في اللغه بشكل طبيعي مفروض يسمع 12 ألف كلمة بردي كل يوم. يا دكتور هل ده متاح بالنسبة لأول طفل؟ غير متاح. مش ممكن. غير متاح بالنسبة لأول طفل. الطفل في أسرة مقفولة فقط الأم وفقط الأب مفيش كلام كتير. أما تاني طفل بس في خناقات كتير. في خناقات ماذا بيقى طبعا مفيش كلام بس في خناقات صحيح. فهو ده للأسف ده بيأثر سلبا. وما ما فيش خلاف في الجزئيه دي ان هو فكره التاثير السلبي اللي الطفل بياخده من الجزئيه بتاعه المشاكل الاسريه الحياه يا دكتور بقت صراع. صحيح والله الحياه بقت صراع. صراع بقى النهارده اللي يعني في كتير من الاسر اللي بيقدر ينفق على بيته ويحقق المصاريف حاسس انه عمل بطوله ولكن هو بقينا مش تسمين وليس تربية. يعني دور التربية دلوقتي انعدم عند كثير من الأسر في حين النبي عليه الصلاة والسلام ما طلبش منك انك انت قال لك نحن نرزقهم ربنا وإياكم. نرزقهم وإياكم نرزقكم وإياهم. صحيح. يعني قال لنا الآيتين عايز يقول لك ان رزق جاي لك المطلوب منك التربية المطلوب. صحيح. منك ان يبقى عندك وعي ازاي تربي اولادنا. لما تشوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نقرا القصص والسيره نلاقي حاجه رائعه في نقل الوعي للاطفال وتعليم الاطفال. يعني حضرتك بتقولوا انا عمال اتذكر كده احاديث للنبي صلى الله عليه وسلم لما النبي يشوف واحد انت حضرتك بتقول تاخدها من ايدها وتشوف الجرس تاخدها من ايدها وتعمل كذا. صحيح. وتبدا تعلمها. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده انا يعني حضرتك بتكلم كده وانا بيدور في ذهني حوار داخلي. النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف الطفل يده تطيش في الصحفة فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تربية وبالكلام وتكرار الكلام وتربية عملية توجيه وتربية عملية على أرض الواقع. صحيح. لما النبي عليه الصلاة والسلام لقي طفل على يمينه وعلى يساري أشياخ ناس كبار فالنبي عليه الصلاة والسلام دايما كان بياخد باليمين. خلاص هو دايما باليمين بس هو لو ادى الطفل قبل الكبار ودول اشياخ عرب من المدينه الموقف ممكن يتاخد بصوره مختلفه. فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم من الطفل اعطاه قدر رهيب دمج في المجتمع غير عادي. بيستاذن منه ان احنا ناخد دورك عشان خاطر كبار السن احترام كبير السن تعليم وتربيه ودمج واستئذان. تحس سبحان الله لما نيجي نقرا السيره النبويه ونقرا تعليم ديننا الاسلامي اللي احنا دلوقتي كلنا بقينا نجري ناحيه الغرب عشان خاطر نجيب سبحان الله. طب لو رجعنا لتعليم ديننا هنلاقي كل الكلام اللي حضرتك بتقوله هتلاقي ليه اصول في السنه. مزبوط. وفي كلام النبي عليه الصلاه والسلام. مزبوط. ربنا يحفظك. الوعي الديني هو المصدر الرئيسي. ما هو لو في وعي حضرتك بتتكلم في صراع لو في وعي هيبقى في ساتسفاكشن هيبقى في رضا وقناعه. نعم. القناعه تولد هدوء. نعم. لو في وعي هيبقى في صراع بس انا هبقى فاهم جدا ان الصراع اللي انا بتخانق في خلاله ده علشان خاطر اطفال مصلحة. صحيح. عشان في عشان مصلحة دول. أيوة. عشان أيوة. فازاي بضيع دول. ايوه. فالوعي يولد الرضا والرضا تولد ان هو انا هيكون عندي ترتيب كبريوريتيز هو ايه الأولوية. نعم. ايوه في صراعات. ايوه الوضع قد يكون يعني صعب. قد يكون صعب الشيء. وصعب فعليا على بعض. ولكن الأصعب أن تضيع من تعول. صحيح. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما. صحيح. أن يضيع من يعول. تمام. فالأمر يتطلب بشكل كبير جدا وعي. وعي في بوجه عام وبوجه خاص عند ذوي الاحتياجات الخاصة. اسمهم ذوي احتياجات عشان احتياجهم خاص. احتياجهم أكتر من الطفل الطبيعي. سبحان الله.
دكتور عايز اتنقل بقى للدغات والتلعثم، فلازم تقول لي بقى عشان خاطري استفيد انا، يعني كل الاتصالات والشكر اللي جاي لحضرتك ده يبقى نلحق نستفيد من التلعثم واللدغات. واحنا طبعا معانا اتصالات بس احنا وقفنا الاتصالات شويه، تمام. انا في الكنترول احنا نوقف الاتصالات عشان نقدر نخلص حلقتنا. فنقول التلعثم واللدغات، يعني حضرتك تشرح لنا سبب التلعثم وبعد كده نفتح اتصالات للناس. طيب التلعثم هو باللغه العربيه تلعثم، وبالعاميه تهتهه. والولي الامر بيحضر، طفلي بيتهته، بس ده كتير موجود في الكبار. وحتى مع الكبار احنا احيانا بنوصل للمرحله دي. صحيح. ففعلا انا محتاج انا اول واحده اتعلم ليه بنتهته. خليني اقول ان التلعثم هو انا وانا مع حضرتك دلوقتي تلعثمت، ولكن حد مقبول من الكلام. الكلام مش مفروض يكون طلق طول الوقت، مش مفروض يكون طلق طول الوقت، عادي ان هو يكون فيه تلعثم، عادي ان هو التلعثم هو عدم طلاقه غير طبيعيه اثناء الكلام. في اعراض في كلام الطفل المتلعثم، اربع اعراض: التكرارات والاطالات والبلوكس الوقفات والانترافونيميك ديستربشنز او الانشطار داخل الفونيم. واحده واحده بقى. لا ده احنا تكرارات معلش هنفصل النهارده ونكمل الاربعه اللي جاي، بس وعد الاول ان معانا الاربعه القادم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. التكرارات ان الطفل يكرر سواء جمله سواء كلمه سواء صوت سواء مقطع صوتي، يعني مثلا وهو ده بيتكلم ده تكرارات. واطالات ان هو الطفل وهو بيتكلم فبيطول في الكلام. امر كمان الوقفات، ان هو بيتكلم يقف الكلام، يقف يقول كلمه يقف. الجمله مش متصله. كلام مظبوط. ده احد الاعراض. الانترافونيم ديستربشنز الوانشطار، الفونيم هو اصغر وحده صوتيه لما تنشطر، يعني يجي يتكلم يقول لك تشربي، ده تلعثم. الاعراض دي اذا جت كلها مع طفل ولغته مكتمله التشخيص تلعثم. الاعراض كلها ولا عرض واحد؟ الاعراض كلها. ممكن للعلم تيجي الاعراض في اتنين تلعثم. هي في الشخص اللي بيتشخص تلعثم لازم يكون عنده، في الغالب بيكون عنده كل الاعراض، كل الاعراض دي بنسب مختلفه. لان في مقاييس لقياس شده التلعثم، ممكن يكون حد متلعثم بدرجه شديده وحد متلعثم بدرجه بسيطه. ولكن ما دام كلامنا للناس وفي منهم متلعثمين، فاحنا معلومه ضروريه. تتصور الطفل بيتلعثم او الشخص المتلعثم بيتلعثم في قد ايه من كلامه؟ اكتر شخص متلعثم في العالم بيتلعثم في 25% فقط من كلامه. اكتر شخص متلعثم معناه ان اكتر شخص متلعثم ربع كلامه، 75% من كلامه طلق. وده حاجه ايجابيه، لان هو الشخص اللي جاي متلعثم جاي محبط بشكل كبير. ده اللي اتعلمناه من دكتور محمود يوسف ابو العلا. دكتور محمود يوسف قال ان هو اكتر شخص متلعثم يتلعثم في 25% فقط. احنا بيجي لنا الطفل او الشخص او الشاب او الكبير اللي هو بيجي يشتكي من التلعثم، بنقول له وبنعرض عليه السؤال ده: تفتكر بتتلعثم في قد ايه؟ حد يقول لنا انا بتلعثم في 90%. 100%. انا كنت هقول لحضرتك 100%. حد يقول انا بتلعثم في 60% وده متفائل. ولكن لما تبدا معاه بالمعلومه الدقيقه والمعلومه الصح ان انت اصعب حد، هل انت اصعب حد؟ يقول لا. اصعب حد بيتلعثم فقط في 25% من كلامه. فده بتبقى الارض اللي انت بتبني عليها. انت لا تجامله، انت بتحطه معاك في الوضع الصحيح، بتوصل له معلومته او مشكلته بشكل منضبط. بتوصل له المعرفه الصحيحه. المعلومه ده مهمه. صحيح. جدا مهم جدا. ف 25% فقط من كلامه. التدخل والعلاج وعلاج التلعثم قبل العلاج، عايز اقول لحضرتك السبب: لا يوجد سبب محدد ومعروف حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها للتلعثم. لا يوجد سبب معروف حتى اللحظه الحاليه للتلعثم. كلها نظريات مفسره. نظريات فقط. نظريه حالته النفسيه، مش عارف الله يكرمك. يعني دايما نقول كده، يعني النظريه السلوكيه بتقول لا ده سلوك ويعامل معامله السلوك ويتم تعديله. النظريه النفسيه تقول لا ده الطفل لما يتوتر وده سببه التوتر وسببه الانفعال وسببه ان هو اتخض وسببه ان هو شاف مشكله. بس الغالبيه فعلا في الاطفال لما بيوصل لمرحله بيتخض بيحصل مشكله ما، بعدها بيبدا يحصل التلعثم ده. القشره التي اظهرت المشكله. لكنها ليست سبب.
هي موجوده اصلا. ايوه بس احنا لما ظهرت. جال احنا عملنا لها ايه صنفره زي ما ظهرناها نورناها. ظهرت بالموقف السيء اللي هو شايفه وفاه حد، فهو من بعدها بيتلعثم، ده اتضرب من التيتشر فمن بعدها بيتلعثم. ده ليس سبب، ولكن هو ده حاجه اظهرت المشكله اللي كانت عندنا. واخد بال حضرتك؟ لكنه وعلشان كده احنا بنعالج الاعراض. بنعالج الاعراض. التدخل والعلاج بالنسبه للتلعثم في الاطفال غير الكبار. عندنا سميث اكسنت ميثود او التنفس البطني مع الكبار، وعندنا طرق تدخل كده. اتفضل. الكبار ايه؟ تنفس باطني، هو بيرجع التلعثم لخلل في التناسق العضلي العصبي مع الكلام، يعني النفس. يعني انا اقول لحضرتك الكلام بنزينه النفس. نعم. فالتنفس لازم يكون بكم معين ويخرج بطريقه معينه علشان يكون في طلاقه في الكلام. يعني حال املى بطني نفس واطلع النفس من بطني زي مش من صدري مثلا زي القراء. هل احنا ايوه احنا كقراء بنعمل ايه؟ يعني لما بكون بقرا ايات طويله في مسجد في مكان، عايز اقول بيت شعر كامل، فعايز اجيبه بنفس وبصوت عالي، فبملا بطني بالنفس وابدا يعني اضم بطني شيئا، اشفط بطني لجوه، ادخل بطني لجوه شيئا فشيئا فشيئا لحين ما اخلص الايه بتاعتي، بحيث ان انا ما يعني افضل مرتاح طول القراءه. هذا باختصار هو العلاج. حضرتك عملت ايه؟ نظمت النفس. حاولت ان انت نظمته على قدر الايه اللي انا هقولها. الله يكرمك. لانه حضرتك وحضرتك بتتكلم، لو النفس خلص وحضرتك عاوز تكمل الايه هتتلعثم، هتقف. هقف. ايوه فهو ده يعتبر تلعثم. تلعثم. الوقفات تلعثم. فانا فعلا نظمت نظمت النفس. نظمت النفس مع الكلام. هل حضرتك بتقول انا بملى بطني من، وعشان كده اسمه ابدومينال بريثنج، هو فعلا اسمه تنفس باطني او بطني. ايوه. ليه هل الهواء بيدخل البطن فعليا؟ الاجابه لا، ده الهواء بيدخل في الرئتين. يفصل التجويف الصدري عن التجويف البطني حاجه اسمها الحجاب الحاجز. نعم. مرن. لما اخد نفس كافي وكبير يحصل الحجاب الحاجز ده يضغط على الامعاء. فالبطن فعلا تطلع لبره. تطلع بره فعليا، عشان كده اسمه تنفس ايه؟ باطني. باطني او بطني. ببدا اضم بطني شيئا فشيئا كده. تقدر بقى بضم بطنك ده معناه ان الحجاب الحاجز بيرتفع، معناه ان الرئه بتخرج الهواء، الهواء ده يخرج عن طريق الرئه للقصبه الهوائيه ومنها للحنجره لحاجه اسمها الفوكال فولدس او الثنايا الصوتيه. اللي بناء عليها بيخرج الصوت وبيتشكل الى كلام عن طريق اعضاء الكلام. يعني انا الكلام اصلا أنا عباره عن بتعامل كده بالفطره من شيخي زمان، لان كنت ايه؟ احيانا بلاقي صوتي طلق وممتاز جدا، واحيانا الاقي من اول الليله كده مثلا في ليالي رمضان. أيوة. في ليالي الاحتفاليه ولا حاجه كده، اجي من اول الليله ابص قفلت. صحيح. ايه اللي حصل؟ انا كويس جدا، ايه اللي قفل؟ فطبعا كان شيخي رحمه الله كان بيقول لي دايما علمني كده ان انا اخد النفس بالطريقه دي وانظم النفس، بحيث لو انا عايز ابدا بدايه قويه من الاول ما ضيعش طول الليل، خلاص وتكمل. اقدر اكمل وتكمل. فانا نظمت نفسي فعلا. ده اللي حضرتك بتعمله ده علاج طبيعي للثنايا الصوتيه. لان حضراتكم الشيوخ والمقرئين والخطباء والمحاضرين والمغنيين والناس بتوع الاوبرا اللي بيستعمل صوته بشكل اوفر بيحصل في انفعاليات. ايوه يعني بيحصل انفعال نفسي او في انفعال في الكلام. صحيح. بيحصل اصلا مشاكل في الصوت. يعني زي البحوحه الصوتيه ولا الديسفونيا ولا الوهن الصوتي، انا مش ناهض اقول صوتي. فدي اصلا مشاكل في الصوت، ودي تخص امراض التخاطب. وده بيحصل لهم تدريبات من التدريبات اللي حضرتك بتتكلم عنها دي عن طريق السميث اكسنت، بس بكيفيه وبتكنيكس مختلفه شويه. واخد بال حضرتك؟ وبيتدربوا، لان هم بيقول لنا فعليا، بيقول ان انا خطيب ومش بقدر اكمل الخطبه، انا مدرس ومش بقدر، انا دكتور جامعي ومش بقدر اكمل المحاضره. فطبعا دي مشاكل في الصوت، ودي طبقا او تبعا لامراض التخاطب اللي هي الفرع بتاع امراض الصوت. وده بيتسبب بقى فيها في الغالب حاجة اسمها بحوحة صوتية أو بحة صوتية. ومشاكل تانية بقى المابليجن، مشاكل أرخم شوية لو المشكلة تفاقمت. يعني اللدغات يا دكتور، أنا عارف إن إحنا عندنا كل حاجة من دول عايزة 6-7 لقاءات، بس خلينا ناخد قشور كده اللدغات يا دكتور. طبعا. وبعد اللدغات ممكن تفتحوا لنا الاتصالات يا جماعة في الكنترول، عشان أنا قفلت على الاتصالات على الناس كلها الحقيقة. بس ناخد اللدغات سببها إيه؟ حاضر. اللدغة هي عبارة عن
نطق صوت بشكل خاطئ، خرج الصوت ده من مخرج غير مخرجه المظبوط. القاف بنطقها تاء زي ما حضرتك كان عندنا مشكله في الراء بتنطقها ياء او الراء بتنطقها لام او السين بتنطقها تاء. العين في وسط الكلام الحاء مثلا بتقع مننا الحروف دي. مظبوط. اللدغه تشخيصنا للدغه لازم تكون اللغه اكتملت. اكتمال اللغه عند سن 8 سنوات. انا عايز اتدرب دي لان طبعا انا شيخ بحفظ قران احيانا فلازم اتدرب على دي كويس. طيب لازم تطلعني دلوقتي مدرب معتمد. تحت امرك حضرتك. ده حضرتك اللي اتعلمنا. الله يرضى عليك يا دكتور، ربنا هتعلم منك واستفيد منك ان شاء الله عليك يا رب. اللغه يعني ما ينفعش طفلي مثلا لا يستطيع نطق صوت الراء وهو عمره 3 سنوات وانا يبقى عندي مشكله. لا ما عنديش مشكله. عمره 3 سنوات ونص ولا ينطق الصين بشكل منضبط ونقول ان ده الطفل ده عنده لدغه ومفروض يتعالج. لا، ده فيه تطور للفونولوجي. الفونولوجي ده هو التركيب اللفظي وتطور لنطق الاصوات دي. يعني في زي ما الطفل ما بيقدرش يتكلم بعد كده بيقول كلمات مفرده، شويه يقول جمله من كلمتين، شويه يقول جمله من 3 كلمات، شويه يقول جمله من 4 وهكذا. الطفل بيتطور لكل سن اصوات معينه بيقدر يقولها. في البداية خالص تلاقي الطفل بيناغي واسمها أصوات إنباتية. بعدها الأصوات البرونت دي اسمها عندنا مناغاة متكررة. يعني احنا بنقدر نحدد الزمن بتاع الصوت وبناء عليه ما ينفعش يكون عنده عمر 3 سنوات وعنده خطأ ولدغة في الراء ونقول اننا في اننا في كده في مشكلة. لا مفيش مشكلة، لسه لم تكتمل عنده. الله يكرمك. بالظبط زي ما يكون طفل عنده 6 شهور وانا عايزه يمشي مش هيمشي الوقت لسه ما جاش وقته. بالظبط النطق الاصوات. فتشخيص اللدغة لابد من اكتمال اللغة. اللغة تكون اكتملت. اللغة اكتملت معناه ان هو الطفل تطور لغاية تقريبا 7 سنوات في السن ده. طب هنقف عند اكتمال اللغه وناخد دعاء عشان معانا بدري. هلا اتفضل. انا مجرد ما قلت لهم افتحوا الاتصالات خلاص. استاذه دعاء السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. ممكن اتكلم دكتور احمد؟ اتفضلي، معاكي دكتور احمد. اهلا بيك. اتفضلي. الو. ايوه معاكي، سامعينك. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك. طبعا انا عايزه اقول ان انا فخوره جدا بالدكتور احمد، وهو اكثر دكتور في الدنيا كلها. الله يرضى عليك. ربنا يبارك له يا رب. ربنا يبارك لك يا رب. الله يكرمك. طبعا انا عايز اقول ان دكتور احمد ده خاله احمد طبعا. مش دكتور بس، ده خالي واحلى خال في الدنيا كلها. كده تطبيل بقى. لا 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 والله ربنا يبارك لك، واحنا فخورين بيه زي ما حضرتك فخوره بيه كده، ومتشكر جدا لمداخلتك والله. ربنا يبارك. شكرا لك. شكرا لمداخلتك. الدكتور احمد شرفنا في البرنامج بتاعنا، وان شاء الله يبقى معانا على طول ونشوفه من خلال الشاشه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. الله يكرمك. ربنا يبارك لك. شكرا ليكي. بنت اختك بقى ولا خل بعيد؟ ايوه صحيح. يا اهلا بيها. اهلا بيها. طيب انا بقول انا قافل، انا قلت له اقفل الاتصالات والله عشان اقدر استفيد، لكن قلت له افتح لنا بقى عشان خاطر الناس تستفيد مننا. خير. وقفنا في على فكره اللدغات. ايوه لابد علشان اشخص لدغه تكون اللغه اكتملت. اللغه اكتملت يبقى نعرف التطور الطبيعي او نمو اللغه الطبيعي لغايه عمر تقريبا 7 سنوات. اختبارات قالت لغايه 6 سنوات، واختبارات قالت لغايه 8 سنوات. كمان خلينا في الافريج 7 سنوات. فسبع سنوات كافيه ان هو نقدر نشخص لدغه. اللدغه معناها صوت. يعني ما ينفعش طفلي بيقول على عربيه بيا ونقول ان هو ألدغ. لا، ده عنده تاخر في اللغه. اللغه لسه ما اكتملتش، فساعتها نشتغل على اللغه. لكن اذا اللدغه دي بتحصل ازاي؟ اما لمشكله عضويه، يعني عندنا حاجه مثلا اللدغه المشهوره اللدغه الرائيه. الراء محتاجه ان اللسان يخبط في الهارد بلت او السوفت بلت اللي هو سقف الحنك. طيب اذا انا عندي حاجه اسمها فرينيلم او تانج تاي، رابط للسان زياده شويه. مظبوط. تحت. ما اقدرش ارفع لساني في سقف الحنك. تمام. فيحصل ايه؟ يحصل ان هو الطفل ده ما يقدرش ينطق الراء ويبقى عنده لدغه وسببها عضوي. العلاج لازم تاخد تدخل عضوي. الله يكرمك. تدخل عضوي، جراحه وبعد كده تدريب. ولكن في بعض الناس، طفلي قال اسمه رامي، فتسال اسمك ايه؟ قال يامي. فايه ده انت اسمك ده؟ انا اتبسطت كولي امر، اتبسطت بالاسم واتبسطت بطريقه نطقه. واحنا بنحب احيانا ده بينطق الراء ياء او لام او غين او واو وكل دي. فتعزيز النطق الخطا عند الاطفال يسبب لدغه.
قد يسبب لدغة، يتعود او يعتاد على نطقه بالشكل ده، خلاص ينطقها بعد كده مظبوط، ويحتاج ساعتها، ويحتاجنا احنا بقى، ما احنا نشتغل برضه ساعتها. فهو يحصل بقى ان هو الطفل ده يبقى ده سلوك ومحتاج يتعدل. تعديل اللدغة في البدايه بيتم تعريف الطفل المخرج المظبوط للحرف، ايوه، وحركه اللسان الصحيحه مظبوط. ممكن نستعين بقى بمرايه، نستعين بتولز بسيطه، المهم ان هو هدفنا ان الطفل يدرك المخرج المظبوط للصوت. وانس ادركه نحاول نخرج الصوت، خرج الصوت بنشكله، يعني الراء مثلا خلينا ناخده كمثال، فنقول را ري رو، بعدها نبدا الصوت ده نحطه في بدايه الكلمات، بعد كده في وسط الكلمات، بعد كده في نهايه الكلمات، بعد كده مكرر في كلمه، يعني قول رامي رحمه، بعد شويه اركب ارسم، بعد شويه بر حر بحر، بعد شويه زي تعليم اللغه، الله يكرمك، زي ما بنعلم اللغه الحرف نحطه في الاول في المنتصف في الاخر، الله يكرمك، يتعود على النطق كده. بعدها نقول بقى نظبط الراء ده مكرر في كلمه، في سوري في جمله، وبعدها نظبطه في السبونتونس سبيتش او الكلام التلقائي، ان هو الطفل زي ما اعتاد ان هو على نطقه الخاطئ يعتاد بعد كده على نطقه المنضبط ونطقه المظبوط. وقت قد ايه يعني عايز اعرف الوقت قد ايه، مثلا احنا حرف مثلا نقعد وقت قد ايه، كام جلسه مثلا؟ مبدا كبير جدا اتعلمناه اكوردنج للبيشنت والوعيه، يعني ايه؟ ممكن طفل فيه لدغه تنضبط في سيشن او اتنين، وممكن طفل يقعد شهرين في نفس اللدغه، في لدغه. طب ناخد حبيبه ونرجع للدغه تمام. السلام عليكم حبيبه، اتفضلي. الو، اتفضلي يا حبيبه. عليكم السلام، سامعينك، اتفضلي. كنت عايزه اكلم الدكتور احمد. سامعك الدكتور احمد، اهلا بيك. انا معايا حبيبه عمرها 9 سنين. ممكن تكلمينا من التليفون او ابعدي عن الشاشه التلفزيون شويه؟ ماشي. يا اما تقفلي الصوت بتاعها خالص. انا معايا حبيبه عمرها 9 سنين. حبيبه عندي موضوع التعلم، عندها ضعف شويه في التعلم، بيبقى عندها تشتت جامد. ايه؟ عندها تشتت، اتفضل، وعدم انتباه كده. طيب دكتور عايز تسال حاجه؟ لا لا، يعني ايه التدخل اللي حضرتك عملتيه؟ التدخل ان انا وديتها قبل كده لمدرس تخاطب، قلت عشان هي برضو كان عندها زي انطواء كده، اعطاها فتره وبعد كده قال لي لا هي كده طبيعيه وهتتعامل مع الولاد عادي. بدات تتعامل، بس اثناء وجودها في الفصل بحس ان هي مش منتبهه، بحس ان هي سرحانه دايما كده. هو انت موجوده معاها في الفصل؟ انا مدرسه في المدرسه معاها. فطبعا المدرس بيحكي لي ظروفها ايه. فانا برضو مش عارفه دلوقتي اروح بقى فين، او المفروض ان هي تروح لدكتور ايه. تمام. طيب هل الطفله دي، يعني احنا كنا بنشتكي الاول من مشكله انطواء او مشكله في اللغه واتحلت مظبوط؟ هي اتاخرت شويه عندي في الكلام وفي المشي، وفي نفس الوقت برضو هي بتنسى كتير، ممكن ابقى عاطيني حاجه من الوقت مذاكرينها نص ساعه الاقي نفس اللي احنا اخذناه. تمام، هنرد عليك، هيجاوبك الدكتور. ماشي، اتفضل. بالنسبة للطفلة اللي هي 9 سنوات، هي كده بتشتكي من مشكلة في التحصيل الدراسي. مشكلة التحصيل الدراسي لا تقتصر فقط على صعوبات التعلم، مش معناها تشخيصها صعوبات التعلم، وارد يكون صعوبات، وارد يكون غير صعوبات. بس الأخصائي قال لها بنت كويسة؟ لا، ده هي كانت بتقول ان هو كان في مشكلة في اللغة وبعد كده اتحلت وقال لها كده كويسة، لكن لما راحت المدرسة ظهرت مشكلة تشتت الانتباه وصعوبات التعلم. فاللي بيشتكي من مشكله التحصيل ده في اكتر من تشخيص، التاخر العقلي يشتكي من مشكله التحصيل، التاخر الدراسي يشتكي من مشكله التحصيل، بطيء التعلم يشتكي من مشكله التحصيل، صعوبات التعلم يشتكي من مشكله التحصيل. يعني التاخر الدراسي بس بعد ما حضرتك تكمل عايز اعرف ما دمنا قلنا ان في 4 حاجات ومختلفين، اذا في اختلاف بين ايه التاخر الدراسي؟ نقول كل الناس دي هيبقى في عندها مشكله في التحصيل، اذا هم مختلفين. يبقى لازم يكون في حاجة اسمها differential diagnosis أو التشخيص الفارق علشان يكون التدخل منضبط. ما دام في حاجة اسمها صعوبات تعلم وحاجة اسمها تأخر دراسي وحاجة اسمها بطيء تعلم وحاجة اسمها تأخر عقلي، إذن التدخل مختلف. كل حد محتاج أخصائي مختلف. إذن أنا محتاج، لا مش أخصائي مختلف، تدخل، حتى لو هو نفس الأخصائي بس التدخل مختلف، الشغل اللي هيشتغله مختلف، العلاج مختلف. لأنه هو نفس المشكله بتاعه التحصيل. فانا علشان اقدر اقول الطفله اللي هي عندها 9 سنوات وعندها تشتت الانتباه ايه المشكله اللي عندها، لازم يكون في تقييم شامل لقدرتها. 1 اختبار ذكاء، 2
تقييم للاختبار الينوي للتقييم لصعوبات التعلم. اكوردنج بقى للخطوه دي ينفع يكون في خطوه بعد كده او لا. يعني مثلا لو قلنا ان هو صعوبات التعلم الطفل اللي هي دي عشان شخص صعوبات التعلم لازم يكون افريج منتاليتي، لازم تكون او اباف افريج كمان، يعني لازم تكون الذكاء طبيعي او اعلى كمان من الطبيعي عشان تتاخد تشخيص صعوبات التعلم ده. احنا عندنا موهوبين ذوي صعوبات التعلم ومتفوقين ذوي صعوبات التعلم في البرنامج مظبوط. فبالنسبة لصعوبات التعلم عشان اخد تشخيص ده مفترض ان انا اعمل اجراءات التشخيص او اجراءات التقييم. مبدئيا لازم يكون في كيس هيستوري، الحالة بدايتها من 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 الميلاد الى النقطة اللي وصلنا ليها، زائد الاختبارات والتقييمات سواء اختبار للغة على انها كانت متأخرة في اللغة، سواء اختبار ذكاء وقدرتها العقلية، كل الاختبارات تتم كاملة صحيح. بعدها بيتم التشخيص. لو افترضنا ان الطفلة دي عندها صعوبات تعلم وعندها تشتت انتباه فليها جلسات لصعوبات التعلم لتحسين المهارات، زي المهارات اللي هي صعوبات التعلم النمائية اللي هي تخص الانتباه والتركيز والإدراك والذاكرة وتكوين المفهوم. دي مهارات بيتم التدريب عليها في جلسات صعوبات التعلم. بس عشان نوصل لده لازم يبقى فيه تشخيص تقييم كويس، نوصل لتشخيص منضبط. تمام. طبعا. معانا زميلة إعلامية أستاذة إيمان العالمية القديرة، أستاذة إيمان برنامج في البرنامج معانا في تفسيرة الأحلام. أستاذة إيمان السلام عليكم. أستاذة إيمان احنا سامعين حضرتك. السلام عليكم، ازيك يا شيخ عامل ايه؟ ازاي حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله الحمد لله، شرفتينا باتصالك يا أستاذة إيمان. أنا بمسي عليك وبقول لك بجد بسم الله ما شاء الله عليك، فمذيعنا متألق يا رب يبارك فيك يا استاذ عبد الرحمن. كمان عايزه احييك على الحلقه بتاعت البنوته اللي انت كنت جايبها اول امبارح تقريبا. ربنا يبارك لك يا رب. قال انت اديتها الجايزه. ايوه ان شاء الله يبقى معانا كتير ان شاء الله باذن الله، يعني نفس الحالات دي. عايزه بس امسى على الدكتور احمد الجبيلي. اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بيك. احنا جيران حضرتك في الحدايق، وحضرتك يعني مشهور جدا جدا وغني عن التعريف والله. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم، ربنا يبارك فيك. كنت عايزه برضه اسال حضرتك سؤال في سياق الحلقه. بقول لحضرتك انا عندي ابن جارتي عنده 30 سنه دلوقتي وعنده توحد. 30 سنه. هل هيفضل كده لان مامته وباباه سنهم دلوقتي كبير، ولو لا قدر الله حصل لهم حاجه فالولد ده هيبقى مصيره ايه؟ هيفضل طول عمره كده ولا ايه؟ هو ما بيعرفش اي حاجه وبياكل صمت واحد بس من الاكل وما يعرفش اي حاجه غير مامته وباباه. فحضرتك تطمنا والنبي يا دكتور. ان شاء الله يرد عليك الدكتور استاذ ايمان، شرفت بحضرتك. منور الدنيا كلها يا استاذ. يا رب يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك فيك. طبعا لسه كنا بنقول early intervention او تدخل مبكر. فالتدخل المبكر ليه جدوى عظيمه جدا. علشان التدخل المبكر ما مش هيوقعنا في مشكله زي 30 سنه. مشكله كبيره. 30 سنه معناه ان هو فاته كتير. كتير فعلا. ولكن الامل موجود. علشان طبعا علشان الحاله دي انا هدفي ايه دلوقتي؟ هدفي ان الطفل ده يبقى مستقل. يبقى اهم ما في الموضوع دلوقتي المهارات والاستقلاليه. معناه ايه؟ معناه ان انا اطور الطفل ده على مهاراته الاستقلاليه، مهارات رعايه الذات عشان يعتمد على نفسه، اكل وشرب ولبس ونظافه شخصيه وحمام. هل الطفل بيقدر يعمل كده؟ ده مش طفل، ده كبير 30 سنه بس هو عمره العقلي هيبقى طفل طبعا. او اقل من الطفل. المهم العادي. المهارات. انا في الحاله دي لا يعنيني هو توحد او غير توحد. يعنيني ايه؟ يعنيني هو قدراته ايه واحتياجه ايه. بدربه على على احتياجه، على احتياجاته وكبريوريتيز كاولويه. بنشوف اكتر حاجه محتاجها الطفل ده دلوقتي او الشخص ده دلوقتي ايه؟ اعتماده على نفسه. الاستاذه بتقول ان هو اهله ناس كبار في السن ومتخوفين وقلقانين عليه. الاهم الاستقلاليه، ده رقم واحد. رقم اتنين المعرفه قدر الامكان. وعانا نفتكر ان التوحد معناه قدرة عقلية قليلة. ده في التوحد نسبة منهم عندهم قدرات عقلية قليلة، ولكن في نسبة متفوقين عندهم قدرة ذكاء اعلى من الطبيعي، ذكاء طبيعي وذكاء اعلى من الطبيعي. وارد. ونسبة لا مش قليلة تعادل 25% منهم ذكائهم طبيعي وفوق طبيعي. فوق طبيعي وطبيعي. طبيعي وفوق طبيعي. طب ده حاجة كويسة. ولكن يعني دي حاجة مبشرة، يعني تدي طبعاً امل لكل اسرة عندها ابن عنده طيف توحد او كده. معناه ان هو والتدريب مفيش حاجة اسمها كبر. مفيش حاجة اسمها ده هو بقى كبير فأنا أدربه إزاي؟ أدربه على احتياجه دلوقتي. يتقيم في كل بوينت هو محتاجها، سواء
مهارات رعاية الذات، سواء مهارات اجتماعية، سواء مهارات لغوية أو معرفية، يتقيم في كل جزئية من الجزئيات دي ويتحدد احتياجه كأولوية لاحتياجه، طبقا لاحتياجه أشوف الأولوية لإيه واشتغل على قدراته ويتطور ويبدأ يستقل تدريجيا، ونقدر هو نطلع منه شخص كامل مؤهل إن يتعامل مع المجتمع. لو قلت إذن أنا بأدعو إلى التخاذل أو أدعو إلى أنه هو كده كده هيتعلم، ده كلام مش مظبوط. أنا لو قلت أيوة في أن أنا عندي طفل 30 سنة لم يتم التدخل معاه وما اشتغلش بشكل كويس، ودلوقتي على حسب توصيف الأستاذة إيمان أنه هو مش عارف حاجة، فمعناه أنه هو لم حرم من التدخل المظبوط. والتدخل المبكر طبعا، والتدخل لكن كل المبكر نقدر نعمله ان نوفر له ان ازاي يتعامل يتكيف مهارات التعامل مع احتياجاته الخاصه، ايه هو فكره اللي هو محتاجها فعلا، ان هو الأساسية. يكون ازاي يتكيف مع قدراته وتكيف مع البيئه ويقدر يستقل في مهاراته ويستقل في قدراته ويستقل، يقدر يعمل كده؟ ايوه يقدر. يقدر التدريب في عمر 30 سنه؟ الإجابة نقدر نعمل كده. نقدر نتدرب في عمر 30 سنة، تقدر قدراتنا تتزبط في عمر 30 سنة، بس ولكن أهم حاجة هو هيساعدنا والمحيطين بيه. المحيطين هو يا دكتور، أنا كنت يعني بزعل، أنا كان ليا جيران في فترة من الزمن وأعرفهم جيدا وعلاقتي بيهم كويسة جدا، عارف الأسرة كلها وعارفين أسرتي المدام وولادي وعارفين بعض معرفة جيدة كمان. وجيت بعد فترة سمعت صوت عالي، فطبعا طبيعي انت جيرانك وعارفهم وفي حاجه، لا مفيش. اكتشفت بعد كده ان في ابن عنده من ذوي الاعاقه ومحبوس في اوضه على مدى 4-5 سنين، انا ما اعرفش كجار. انا عايز بس ادي كلمه للاسره دي من حضرتك، هختم بيها الحلقه لان الوقت مش بيجري، الوقت جري اصلا وخلص والوقت مع حضرتك يعني الحلقه ماتعه وممتعه ورائعه، وكلام حضرتك كله علم الحقيقه، استفدنا والجمهور يعني اعتقد جمهور القناه كله استفاد من حضرتك كتير. فعايز بس كلمه لكل اسره تركت للسن ده، يعني انا خليني اكون متفائل واقول ان هو الاسره دي، انا مش هبقى اقول ان هو فات الاوان، لا النهارده نبدا، الساعه دي نبدا، من الان من الساعه دي نبدا نبدا نشتغل نشوف احتياج طفلنا ايه. ولكن وخلاص فكره ان هو انا اخجل من ابني ذوي الاحتياجات الخاصه، خلاص دي نقطه عفى عليها الزمن. اذكر كلمه لاستاذنا ومعلمنا الفاضل استاذ دكتور ناصر بي قطبي، لما كنا في سيمينار وكان احد الاطباء بيعرض فكرة ماجستير، وكان الحالة سيفير منتال ريتاردد يعني تأخر عقلي شديد، وبعد كده الطبيب اشتكى من ان هو الشغل هيكون صعب، فدكتور ناصر قال اختشوا، وانا لازلت اذكرها حتى بنفس اختشوا، ده هم برا بيدربوا الكلاب، احنا ما نقدرش ندرب بني ادمين عندهم قدرات، بس القدرات دي لا تعادلكم. يا جملة رائعة، فهو يعني جملة في قمة الإنسانية. صحيح، لو إحنا مشينا بالمنطلق ده إن أنا أبص لنص الكوباية المليان، قدرات ابني إيه كويسة، إيه اللي يقدر في ابني يسعفه إن أنا أبدأ بيه وأعلى بيه تدريجيا، أشوف للقدرات في قدرات كامنة في كل طفل ذوي احتياجات خاصة. عشان كده إحنا بنقول دايما إنهم ذوي القدرات الخاصة، في منهم دلوقتي أبطال في السباحة وفي الجولف وفي حاجات كتير جدا ودي أمثلة، بقوم دكاترة جامعة وبقوم. إذن الاهتمام ليه ضرورة وليه أهمية، ولكن كمان ليه جدوى بعد كده، في ليه فرحة بعد كده. ففكرة إن هو حضرتك بتقول لي الأسرة دي، أنا أكيد بلومهم، لكن أنا بأشفق على فكرة مدى وعيهم، وده نكرس بقى وندعو الإعلام إزاي يوصل الأمر ده للناس ويزود الوعي. ما نتكسفش من ابننا، كلام مش على زي شوف الدكتور بيقول لك إحنا بيربوا الكلاب وبيعلموا يدربوا الكلاب أو يدربوا الحيوانات كلها على كده، فما بالك الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى رزقنا بهذا الطفل أو بهذا الإنسان اللي هو ذوي القدرات الخاصة، لعل الله سبحانه وتعالى يرزقنا جميعا بسببه. صحيح. إن الله يرزقنا بسبب هؤلاء الضعفاء.
صحيح. لا ده في ناس بقى لا ده قالت لا ده بركه، ده بركه البيت، ده مش هشتغل معاه، وده للاسف بيعود علينا بالسوء، مش بيفيدنا باي طريقه. استغلالنا لقدرات ولادنا ونظرتنا الايجابيه ليهم هتعود علينا وعليهم بالنفع ان شاء الله. كل اسره لديها طفل ذوي احتياجات خاصه هي لديها كنز كامن من القدرات تقدر تستغله، استغلالها ليه هيفيدها ويفيده ان شاء الله رب العالمين. دي نختم بيه. دكتور احمد الجبيلي اخصائي امراض التخاطب المدير الفني لمركز مصر للتخاطب، الحقيقه ساعدنا واستفدنا بكلام حضرتك الجميل والرائع والممتع. ده انا اللي استفدت. دكتور احمد انت يعني تستحق مش الشكر منا من كل الناس، لان حضرتك ليك دور عظيم قوي في توعية المجتمع والوقوف وراء هذا الجيل اللي هو جيل ذوي القدرات الخاصة، الجيل اللي انت حضرتك خرجته. احنا باسم القناة وباسم البرنامج وباسم جمهورنا بنتقدم لحضرتك بخالص الشكر على وجودك معانا النهاردة، وان شاء الله بإذن الله احنا هنخلي فقرة كل يوم أربعاء مع دكتور أحمد الجبيلي هنحدد فيها نقطة واحدة ونتكلم فيها ولو 20 دقيقة بس، فلو تسمح لنا تدينا وعد بالكلام ده ان شاء الله باذن الله. تحت امرك. تشرفنا يا دكتور احمد. مشاهدينا الكرام على امل اللقاء بكم في يوم السبت القادم. هيبقى معانا ضيف الحلقه دكتور شيماء سامي. هتبقى معانا دكتوره مختصه اخصائيه ومعاها اطفال جمال هنقدر يبقوا معانا في حلقه يوم السبت ان شاء الله باذن الله. اشكركم على امل اللقاء بكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.